في البدء كانت كلمة، خلقها الله نجمة قبل أن يولد الضوء، خلقها الله سحابة قبل أن ينهمر المطر، خلقها الله موعظة قبل أن تنزل الكتب السماوية. كلمة واحدة تبني أو تهدم، تشجع أو تحبط، تلهم أو تحطم. الكلمة سر الفلاسفة، مادة المؤرخين ومدرسة السياسيين. هناك 10 كتب يجب أن يقرأها السياسيون، وإلا عليهم البحث عن مهنة أخرى.